والله الحمد لله، يعني زي ما انت قلت مش هاني لوحده اللي ماشي بشكل كويس، الفرقة كلها ماشية بشكل كويس وكلنا بنجتهد وكلنا بنشتغل كويس، عشان احنا عارفين احنا بنلعب في نادي محترم، نادي طموحه كبير، طموح رئيس النادي كبير، طموح الجهاز الفني طموح كبير، فاحنا لازم نبقى على نفس النهج اللي ماشي عليه إدارة النادي والجهاز الفني. بجتهد وبعمل اللي عليا وشغال ودايس، الاختيار دي بتاعتهم، لأن هم وجهة نظرهم غير وجهة نظري، غير وجهة نظر أي حد في الشارع. هم أكيد وجهة نظرهم ليها أبعاد، ووجهة نظرهم أكيد مختلفة عن كل الناس. أنا بشتغل وبعمل اللي عليا وبجتهد وهفضل دايس. تم اختياري، دي حاجة شرف ليا. ما تمش، هفضل دايس وهفضل اتمرن كويس وهفضل شغال بشكل كويس، عشان في اي وقت اطلب مني ان انا ابقى موجود وانا موجود بشكل كويس. انا ما سبتش نادي الاتحاد، زي ما قلت لك انا دي موضوع مش عايز اتكلم فيه، لكن اللي انا عايز اقوله لك انا ما سبتش نادي الاتحاد، لكن زي ما انا قلت لك برضك انا موجود في نادي، نادي كبير، نادي محترم، مبسوط جدا فيه. نادي الاتحاد بتمنى له التوفيق، ونادي سموحة طبعا انا بتمنى له التوفيق، وان شاء الله السنة دي نعمل موسم كويس ونظهر بشكل كويس ونبقى في مركز كويس يليق بالنادي. ساعة ما الحكم صفر ورجع تاني للاختيار يشوف الفار عشان موضوع ضربة الجزاء، انا حسيت ان في ضربة جزاء، كملت تركيزي خالص، ما طلعتش حتى من الملعب، حتى في لعيبة مني كانوا قريبين من الخط لما الحكم صفر طلعوا ورجعوا تاني، لكن هو كان الدور بقى ساعتها خلاص هي ضربة جزاء واتحطيت انا في الموقف ده. الحمد لله كان فيها كرم كبير وفضل من ربنا على الثبات اللي كان عندي. الحمد لله توقعت ان احمد رفعت بيلعب في المكان ده، وكان كله تقدير الحمد لله ماشي كويس، وكان فيها توفيق بشكل كبير من عند ربنا ان رفعت ما يغيرش الزاويه اللي هو بيشوط فيها على طول. حاجه غريبه الجمهور بيسال عليها السنه دي، الهاني ما بيضيعش وقت الفتره دي ليه؟ وانا اصلا ما كنتش قبل كده بضيع وقت، السنه دي الفرقه ماشيه بشكل كويس، فما يعني ما يعني حته تضييع الوقت دي الناس ممكن تكون بتفهمها غلط. لا، في اوقات في الماتش انت مطالب ان انت تهدي الريتم الماتش، وفي وقت مطالب ان انت تسرع الريتم، فالناس اخدها ان هي تضييع وقت. لا، ما الناس كلها في العالم كلها بالجوان كلها بتعمل كده يعني، بس هو عشان هاني المعلقين شويه بي 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 يعني بيدوها شويه كده، اي وقعه الهاني هيضيع. لكن السنه دي وقبل كده، لكن الحمد لله انا بركز في الملعب بس، وحته تضييع الوقت دي انا شايلها من دماغي خالص، لان الفرقه لو واقفه على رجليها وفايقه فخلاص مش محتاج ان انا اهدي ريتم. احسن حارس مرمى في مصر وبسرعه من غير تضييع وقت محمد شناوي ماشي بشكل كويس فتره طويله، فماشي هو احسن واحد صراحه. عايز بس اقول لي مهيب، يعني انا ما طولتش عليه وبسلم عليه، انا بحبه جدا وربنا يكرمه ان شاء الله.